قيس العمدوني رقم واحد حارس مرمى، ثلاثة محمد صالح المهذبي، 10 شرف الدين الكشري 29 وليد هيشري، 30 هاشم عباس 19 مركز الكواسي، 17 مالك الاندوسي قائد فريق، 28 اشرف بن ذياف، 26 البرازيلي، 27 حسين بن يحيى. هاي تشكيلة المدرب الأسعد الدريدي. لو كانت الأرقام ربما بالأبيض على أقمصة حمراء كانت تكون واضحة أكثر من الأرقام مكتوبة بالأخضر أو بالأسود. تتابع التسديدة قوية، والحارس الحارس صديق الشابي ملعب التونسي، ترجع الكرة في هجوم. تابع هذه العملية التوزيع، الحارس يضيع الكرة من يديه، كانت تخطيرة. وائل بحري الظهير الأيمن يحط الكرة في الركنية، ضيع الكرة الحارس صديق الشابي. هاي الإعادة، شوفوا كيش ضيع الكرة من يده رونا، ويرجع هشام عباس، مارسيل كوسي، مازالت العملية متواصلة، يبحث على المباغة الملعب التونسي، لكن فما تغطية من شهاب الدين بن فرج في مناسبة أولى، محاولة خطيرة، خروج الحارس في مناسبة أولى، ثم شهاب الدين بن فرج، كانت فرصة هدف واضح لصالح الملعب التونسي عن طريق مالك الاندلسي. واعلن الحكم عامر شوشان بعد هذه العمليه نهايه الشوط الاول. هي اعاده، فرصه كادت تاتي بالهدف لصالح الملعب التونسي والامتياز للحارس صديق الشابي. اعلن بعد الحكم عامر شوشان نهايه الشوط الاول بتعادل الفريقين دون اهداف. مشاهدينا الكرام نلتقي، تمشي وائل بحري، وائل بحري مراوغ ثين يسدد قويه وفوق المرمى. كانت محاولة من وائل بحري، هاو أمامكم مباغتة، كانت يعمل مراوغة أولى ويسدد بقوة، كرة ما كانتش بعيدة على مرمى الحارس صديق الشابي. هاي من زاوية أخرى، هاي من زاوية أخرى، الكرة تتنفذ مقوسة خطيرة، عمدوني ممتاز، كانت كرة خطيرة عملت روبون قدام حارس الملعب التونسي، والكرة تخرج ضربة مرمى حسب قرار الحكم المساعد الثاني إلياس إبراهيم. هاي إعادة للعملية الأخيرة، رأسية واللبس الأكثر المنافس لترك المساحات. محمد صالح المهذبي، ساديو جوليانو باش يعطيه ورقة صفراء واضحة. كرة طويلة في اتجاه أشرف بن ذياف، قدامه سفيان القصيري يوزع خطيرة، والحارس صديق الشابي ياخذ الكرة قدام سيليو جوليانو. هي إعادة للعملية، التوزيع واقتلاص الكرة تعود لصالح الملعب التونسي، المباغتة والتسديد، مغانمي يرفع كرة، التغطية، مارسيل كواسي سدد جانبية، تسديدة مباغتة من مارسيل كواسي، هاو أمامكم جانبية لمرمى الحارس صديق الشابي، تسديدة دقيقة 80 كادت تشكل خطورة على مرمى الحارس صديق الشابي. هاي الإعادة بعد تدخل من خلال عقيد تركيز قائد الفريق، تماس والتنفيذ لسفيان القصيري، مرزوق يقطع الكرة، المهذبي واحد اثنين مع كواسي، المهذبي في مناطق مستقبل قصرين يسدد الجانبية، متواصل للبقاء ملعب تونسي أم الانتصار رقم أربعة لمستقبل قصرين أو التعادل رقم أربعة أيضا بين الفريقين. الدقائق المتبقية ستجيب محاولة على العارضة، تسديدة خطيرة كانت وقوية، كرة ضربت على العارضة، تشاهدوا الإعادة، كرة مباغتة تبدو من أشرف بن ذياف، تشاهدوا الإعادة، كرة على العارضة قوية، مرمى الحارس صديق الشابي على المرزوقي، على المرزوقي. مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية معنا مدرب الملعب التونسي
ولا عطيك لك انت خدمت. لا سعد نحكيو على مباراة اليوم، شنو اللي كان ينقص المعرض التونسي باش ينجح في تحقيق الثلاثة؟ هذه الكرة الأخرى، شكون يحط الكرة في السيري؟ اليوم شفنا فوليوم دو جو كبيرة سيرتو دوزيام ميتون، الملعب التونسي قدم كل شيء إلا معناه التسجيل، لكن أنا بالنسبة لي أنا فرحان بالروندمون تاع الملعبية سيرتو دوزيام ميتون، عملنا فوليوم دو جو كبيرة، الأدفرسير بفضل اللعب جا لوجع التعادل من حقه، اليوم الملعب التونسي معناها سيرتو معناها في الكومبارتيمون الفونسي نتاعنا، الملعبية صغار وكان تنقصهم الخبرة، فما برشا احتكار الكرة، فما فرص فعلا ما تضيعش. لكن لو بلوز امبورطون بالنسبه لي انا فما برشا اونفي اليوم، رينا موتيفاسيون فولونتي كبيره ياسر، لو بلوز امبورطون بالنسبه لي انا ليتا ديسبري اللي موجوده في الجمعيه، شويه بشويه تو نبنيو ونلقاو لي زوتوماتيزم نتاعنا ونلقاو ان شاء الله ريوسيت الماتش الجاي. شنو اللي ينقص بعد زوج جولات هزيمه اولى ضد الفريق اليوم تعادل في زويتا حتى برايك شنو ينقص الملعب التونسي باش يرجع للانتصارات؟ لازم شويه صبر خاطر المجموعه براتيكمون تغيرت، معناها عندنا سته ولا سبعه ملاعبيه، معناها فما ملاعبيه كانوا يعرفوا بعض مع منا وكانت مجموعه كامله متكامله، اليوم معناها براتيكمون نص ميدان كله تغير، اليوم الهجوم تاعنا تغير، لازمنا نصبروا. سي با فاسيل باش بدل سته ملاعبيه، لكن هذا الملاعبيه اللي جاونا اليوم فما شكون مونك دو كومبيتيسيون، فما شكون ما عملش بريباراسيون، هذا كله باش يجيب الماتشوات. انا فرحان برشا سيرتو بليتا ديسبري، دوزيام ميتون عملوها خارق العاده، لكن الكره ما حبتش اليوم، انا في الاخر وليت خايف معناها على كونتر نقبل هدف. مشكور جدا كان هذا الاسعد البريدي مدرب الملعب التونسي.